ايوكو الحمد لله يا عم. اتفضل. الحمد لله. شكرا. شكرا لنا ولا اه تعالوا. تشربوا شاي ولا حاجة ساقعة؟ والله احنا زهقانين من الشاي. انا زهقانة من الشاي. خليها حاجة ساقعة. خلاص خليها حاجة ساقعة. ولا ملوش لزوم. ملوش لزوم. لا عادي ولا ايه. تتعبيش نفسك يا حبيبي. لازم تشربوا. لا خلاص خليها حاجة ساقعة. ماشي. ولا يا حنان. انا البوكس الاحمر اللي هناك ده في ايه؟ بص روح بسرعة افتحه وشوف فيه قبل ما تيجي. بسرعة بسرعة. شوكولاتة. شوكولاتة كتير؟ اه. ولا شوية صغيرين؟ لا كتير. يا لو ده جاي. اقعد اقعد اقعد. انا هعمل نفس الشاي عشان دماغي مصدعة. هتأخر عليكم بس دقيقة وجاية. براحتك يا حبيبتي. عادي عادي اعملي الشاي براحتك. ولو مالهوش لزوم والله بتتعبي نفسك. لا عادي ولا يهمك. خلاص ماشي براحتك. الستاير دي عاملينها كده ليه؟ شكلها وحش على فكره. يعني انا في البيت الطويل العريض ده وجايبين ستاير وحشه كده. وايه ده؟ على فكره بيتهم وحش. بيتهم وحش صح؟ ايه ذوق الانتيه ده؟ اه شكله وحش. كله شجر شجر شجر. ايه ذوق الانتيه اللي هناك ده؟ لا بصي تلفزيونهم يالا اكبر من تلفزيوننا. تصدق تلفزيونهم ده حلو اكبر من تلفزيون. نوعه ايه؟ نوعه توشيبا. اه حلو بتاعنا سامسونج ده احلى. ايه بس باين عليهم مش نضاف. بيتهم وحش مش عاجبني. ايه الانتيه ده؟ ايه الستاير دي؟ ايه ده؟ مش عارفه. اسكت اسكت احسن تسمعني. زمان هتعمل الشاي وجاي. تعالي كده ما نشوف ايه ده. هو ايه الحاجه اللي هناك دي؟ بصي اختي ده فيه تراب. حتى بتاعنا ما فيهوش تراب. بس مش نضاف. ده فيه تراب ورا التلفزيون. تعالي 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 اقعد. منها جاية ما تتكلمش قدامها في حاجة. ماشي بس خلينا قاعدين كده بأدبنا كده واحترامنا. سبحان الله. اتفضلوا. شكرا شكرا. لا خليك تتعبي نفسك. لا عادي ولا يهمك. خلاص يا حبيبتي شكرا. امال فين الشاي بتاعي؟ اما انا رايح اجيبه اهو جاي. طيب ماشي ماشي. براحتك 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 على الاخر خالص. ماشي. ولا خلاص اكلها خلص. ايه ده انت كوبايتك كانت على فكره اكبر من الكوبايه بتاعتي. يا جايبه الكوبايات ناقصه ليه كده؟ يلا اشرب اشرب اشرب. عايزين نخلص الكوبايات قبل ما نخلصها كلها. يلا. هو ايه اللي هناك ده؟ يعني اللي محطوط في هناك هناك ده انت شايفه؟ شايف البتاع الفازه ايه اللي محطوط تحت ده؟ والمفرش ده على فكره استغفر الله العظيم. يلا ما تعملش كده. الست تقول علينا ايه؟ ايه ما بنفهمش. يلا روح التوب. لا شاطر شاطر برافو عليك. هتكبر. يلا روح العب ولا اعمل لك اي حاجه. شوف الحاجات دي بتفتش كده تلاقي حاجه حلوه ولا كده. هستأذن بقى يا حبيبتي بقى عشان همشي. ليه خليكوا قاعدين شويه. معلش عشان معادي العيال بقى زي ما جايين من المدرسه اروح اعمل لهم حاجه ياكلوا. يلا يا احمد. خلاص ماشي. احمد قوم يا حبيبي. يلا يلا عشان نمشيني. انت نمت ولا ايه؟ احنا في بيتنا. معلش معلش. لا عادي ولا يهمك. يلا عشان تمشي. صح 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 كده. انا ما خدتش الدواء بتاعي. ممكن معلش تجيب لي كوبايه ميه؟ خلاص ماشي. لا عادي عادي ماشي. ماشي انت بتعرفي بقى. تعالى قبل ما تجيب لي الميه بص عبي الشوكولاته بحالها. خد خد الشطه اقلب بسرعه بسرعه بسرعه. بصوا جميع من اداب الزياره. اول حاجه الاستئذان لازم نستاذن للزياره. تاني حاجه لو في اكتر من مكان نستنى لما اللي احنا رايحين عندهم يحددوا لنا المكان اللي هنقعد فيه. تالت حاجه بقى ما نقعدش نبص في البيت كله يعني غض البصر. ما نقعدش نجيب بقى البيت من اوله لاخره ونعيب ونعمل. رابع حاجه بقى ما ينفعش ان احنا نفتش في اي حاجه خالص محطوطه. خامس حاجه وده الاهم ان احنا ما نعيبش عليهم ولا نقول ده وسخين ده نضاف ده اي حاجه. نقعد مؤدبين وما نجيبش سيرتهم ولا نعمل اي حاجه. المهم اللي انا عملته انا واحمد ده غلط. ما
ماشية من زينا خالص. احنا كنا عاملين في الجماعة تمثيلية في البيت على اساس ان احنا مش في بيتنا يعني. احنا كنا عاملين تمثيليه يا جماعه, واللي احنا عملناه ده كله غلط غلط غلط. وزي ما قلت لكم ما نروح عند حد, لازم نقعد ايه محترمين مؤدبين, لازم نقعد مؤدبين خالص ونبقى حلوين. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتفعلوا الضغط. باي. ما تنسوش يا جماعه بقى تعملوا لنا اشتراك عشان عايزين نوصل وناخد ونعمل لكم بقى تمثيليات كده وحاجات بقى على الاتيكيت وعلى الحاجات اللي يا جماعه احنا هناخد ده معانا في البيت. باي. احنا هناخد ده معانا.